السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا بنتكلم عن روح العمال أو الشباب في الإغاثة الإسلامية اللي كان موجودة إلى حتى سنة 2008 لما الإغاثة أصبحت بيروقراطية. الروح دي كان موجودة برضك لما حصل أن انكسر اللي هو الحدود بتاعة اللي هو السياج اللي كان موجود بين مصر و غزة، بين سيناء وغزة في الوقت ده، وانا دخلت جوه علشان ازور المكتب بتاعنا في الليلة دي. كنت انا في دافوس في سويسرا، ونزلت من سويسرا وصلت اخذت الطيارة ورحت القاهرة. وصلت تقريبا عند منتصف الليل بعد الساعة 10 يعني مساء، وخدنا عربية اجرة الى الحدود، رحنا سينا، وبعدين دخلنا على الحدود وقابلنا الدكتور محمد السوسي منتظرنا، هو كان مسؤول مكتب الإغاثة الإسلامية في غزة. هنا الجمال في الروح والتفاني والإيثار نتكلم عنه في إيه؟ في إن الدنيا كانت في يناير، آخر يناير عام 2008، ولما بيتنا في الشقة بتاعته طبعا ما كانش فيه كهرباء، ما كانش فيه اي نوع من انواع التدفئة على الاطلاق. هو ترك غرفة النوم ليا عشان انام فيها، واعطاني اغلب الالحفة اللي اتغطى بيها، وراح هو وزوجته واولاده ما عرفش هم ناموا فين. شوف، هذا هو الايثار وهذه هي الروح العالية لشباب اللي هم كانوا بيعملوا في الاغاثة في نفس الوقت. اما نتكلم احنا عن كيف تبنى المؤسسات، تبنى المؤسسات بالتواضع، خفض الجناح، والإيثار والروح العالية عند الشباب اللي أنا بتتمثل في الدكتور محمد السوسي. حصل أمر تاني في الحرص من محمد سعى المؤسسة. في 2010 حبينا نعمل نخش جوه يعني بموافقة السلطات المصرية، وكنا 10 أنفار داخلين هناك، وحجزنا في الأوتيل. فلما جه محمد السوسي وده الحرص انك من تتعامل مع من تتعامل معهم اثناء الصراعات المسلحه او في المناطق اللي فيها صراعات مسلحه. فكان في اكتر من اوتيل في البلد، هو اختار لنا الاوتيل اللي مش متصل باي جهه من الجهات السياسيه اللي بتحكم البلد في هذا الوقت. واحنا قاعدين في 2008 وبنزور مستشفى الشفا، جات لي ورقه كده، على رساله على ورقه بامبي، ان في بعض الناس هناك ايضا يريدوا انهم يلتقوا بيا. فانا اعتذرت وقلت لهم انا مش موجود في غزه، وخرجت على طول ولم التقي الا بالشخصيات التي لها عمل في المجال الانساني فقط. هنا فيك أكتر من درس، درس التواضع وخفض الجناح والإيثار من محمد السوسي، درس حرص إن احنا نتعامل مع مؤسسات ليس لها رواسب سياسية، درس إنك لا تلتقي مع سياسيين في أماكن الصراعات اللي ممكن تحسب عليك سلبا في الغالب. وده اللي حصل مع بعض الشباب الآخرين، إنهم في 2008 التقوا بعض الشخصيات، ولما رجعوا لبلادهم مرة أخرى بعد ما أغلقت الحدود ماذا حدث؟ أنهم خيروا من حكومتهم إما أن تغلق جمعياتهم أو هم يستقيلوا، فاستقالوا من جمعياتهم. الحرص والإيثار والروح العالية اللي هنتكلم فيها هي تبني المؤسسات، وكذلك اللي هو عدم تسييس عمل المؤسسة التي تعمل فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.